قرشين وخلصت. وعشان الشيبه دي هي بيع وشروه يا راجل انت، يا تدفع قرشين يا تنفل. وهتتهمر كده ليه؟ معاي الفلوس وخير ربنا كديب. ها اتفضل، هات التذكره بتاعتك. العفو يا ست. سرقها، قششها، بيعها الصيغه والنحاس والكركبتين وراح مطلع منه لله يستافل. حلو حلو حلو، وده فين غطاء؟ اي بعض اهو. ايوه بس كويسين. يا الطف الله، البنت حلوه خليت. ودول قد ايه؟ 12 جنيه كويسين. اما نقرا الجارد عمي العزيز، ارجو ان تكون والعائله بخير. بعت لك قبل كده 3 جوابات ولا رديت علي. اتعشم ان المانع يكون خير. عمي انا ما طلبتش منك حاجه كبيره قوي، كل الحكايه 5 جنيه. لو ما كنتش محتاجة لهم قوي والله ما كنت طلبتهم. لكن ماما اشتد عليها العيا، مصاريف الدواء والدكاترة زادت علينا قوي. حضرتك عارف ان ال 12 جنيه اللي بقبضهم يدوب كانوا بيكفونا قبل ما ماما تعي. تصور حضرتك اني لازم اشتري لها ب6 جنيه دواء الشهر ده. يبقى ازاي هنقدر نعيش ب6 جنيه طول الشهر؟ ارجوك يا عمي ارجوك ما تنساش ان انا من دمك ولحمك ومحتاجين لمساعدتك في الظروف الصعبة دي. ارجوك تساعدنا باي حاجة اي حاجة. انا منتظرة ردك وارجو اني ما استناش كتير. والسلام ابنتك عفاف. يا بنتي كفاية بقى، فلقتي نفسك من العياط. مش قادرة يا ماما، أعمل إيه بس؟ يا حبيبتي مش كده، البكا والنواح مش هيرجعوا اللي راح. أعمل إيه بس؟ أروح فين وأجي منين؟ أنا محتارة يا ماما. جرة البيت ولا البقال ولا الأجزخان؟ ربنا ما بينساش حد يا بنتي. إلهي يا رب ما يوعى يصرفهم كل من خد فلوسك يا عفاف يا بنتي. مين يا اختي؟
اللي هيجي لنا السعادة. لازم حد جاي يطالب بفلوس، ربنا يستر. مساء الخير. مساء النور أفندم. الأنسة عفاف مش كده؟ أيوة. يلزم خدمة؟ أنا كمال. أيوة. الأستاذ كمال أبو السعود. تشرفنا يا أستاذ. يلا بقى خلصني، عاوز إيه؟ أنا مش فايقالك. الله الله الله، حلمك عليا شوية. مالك متنرفزة كده ليه؟ أنت ضايع منك حاجة؟ يا أستاذ وأنت مالك؟ وأنا مالي وأنا مالي. استنى، أنت بتقول إيه؟ ضايع منك محفظة؟ أيوة. فيها 12 جنيه؟ أيوة أيوة. وبطاقة شخصية فيها صورة واحدة حلوة قوي. أيوة. هو أنت اللي؟ أنا اللي لقيتها. طب اتفضل واقف كده ليه؟ اتفضل. ما تقولي مش فايقاني. أنا متأسفة قوي. اتفضل. قهوة شاي حاجة ساعة؟ لا ميرسي، مش ضروري تتعبي نفسك. اتفضل. مين يا عفاف؟ ده الأستاذ كمال يا ماما، هو اللي. أنا اللي لقيت المحفظة يا تيزا. يا ما أنت كريم يا رب. شفت يا عفاف، المال الحلال عمره ما يضيع. مظبوطة؟ أيوة. بس إيه؟ في حاجة؟ روشيتة ماما. روشيتة؟ لازم ما نسيتها في البدلة التانية. أنا هدور عليها واجيبها لغاية عندك. كتر ألف خيرك. متشكر أوي يا تيزا. أستأذن أنا بقى. لا والله، لازم تشرب القهوة. ما بشربهاش والله. طب استنى هجيب لك حاجة ساقعة حالا. متشكر أوي. اتفضل استريح. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا تيزا. إنما قول لي. نعم. أنت لقيتها إزاي يا أخويا؟ اتفضل يا استاذ كمال. متشكر قوي. ما قلتليش يا اخوي لقيت المحفظه ازاي؟ شوفي بقى يا ستي، بقى انا كنت راكب الاتوبيس لمحت الواد الهفاف. الايه؟ قصدي اقول لك يعني النشال. مد ايده وعلق الحجه. حجه؟ المحفظه. انتوا هتلخبطونا ليه بقى؟ نط من الاتوبيس، نطيت وراه. جريت وراه، دخل حاره الاسد. هيروح مني فين؟ رحت ماسكه. فين يوجعك وفين يمزقك لحد ما سويته على الهينه. وبعدين؟ ايوه وبعدين. اشرب يا ابني اشرب. بس اما اكمل الحكايه، اصلها لذيذه قوي. قول. ما انا هقول. مسكت الواد وقلت له لا يمنع المحفظة. تصور يا تيزا، الواد من قلة أدبه عاوز ينصص. إيه؟ قصدي يعني يقسم معايا الفلوس بالنص. عدك العيب. هو أنت وش ذلك؟ أعوذ بالله، ربنا يبعدنا عن الحرام. ربنا يحميك يا شباب. وما جرجرتوش على الاسم ليه الحرامي ده؟ أبو إيد طويلة. معلش بقى غلبان. اللي هيغلبه ويبتليه بمصيبة تكون على قده. ما تدعيش عليه يا تيزا بقى، ربنا يسامحه. الله لا يسامحه ولا يربحه. علمونا خلاص. اشرب يا ابني اشرب. استاذن انا بقى. ما هو بدري يا استاذ كمال. ما انت قاعد معانا شويه. في الحقيقه انا عاوز اقعد بقى، انما ورايا شغل كتير قوي. عن اذنكم. مع السلامه. يا سلام. الهي ينصرك على مين يعاديك ويجعل لك في كل خطوه سلامه. اديني عند السجاير. تسمح تولع لي؟ اتفضل. تسمح تيجي معايا؟ على فين يا اخويا؟ لحد المحافظه. يا راجل تفرق من بقك. سلام عليكم. اسمع يا كمال، بلاش اونطه، احسن لك امشي معايا بسكات. ها؟ يا نهار زي بعضه، دي الوليه لسه ده عيالي. اتفضل يا اخويا. اتفضل. والله العظيم مظلوم، والله ما معايا محافظ. انا مش تبت على ايديك من سنه ونص. امال مين اللي لطش محفظه الراجل ده؟ انت يا عم شفت خليتي قبل كده؟ والله لو اعرف انك هتسرقني كنت خدت بالي من شكلك. يا عم قول لك كلمه كويسه تنفعك في الاخره. انت كنت شايل المحفظه فين؟ لا ما انتش عارف كنت شايلها فين. مش عارف. في الجيب ده. الحمد لله الحمد لله، الحق يبان. في ايه يا كمال؟ يا فندم الجيب ده مضروب مشط، وسيادتك عارف ان انا كنت بشتغل هفاف، شغله نباهه وفن وخفه يد. عمري ما استعملت لا مشرط ولا موس ولا قطعت جاكيته ولا بنطلون. اصل انا ما احبش هذا الزبون بتاعي. يا كمال احسن لك هات المحفظه.
والله العظيم مظلوم. في حاجة؟ أيوة يا فندم. الواد ده شفته في العتبة اشتبكت فيه، لما شافني جري، جريت وراه، مسكته، لما مسكته فتشته لقيت معاه المحفظة دي. المحفظة أنا؟ اسكت. محفظتي. شوف فلوسك. والله استجابت دعوتك يا معفاف. فلوسك مظبوطة؟ مظبوطة يا فندم، 120 قرش. اتفضل معانا سيادة. متأسفين يا كمال. بعد إيه؟ بعد ما وقعتوا قلبي في ركبي؟ معلش، تقدر تمشي. مع السلامة. المسامح كريم. 120 قرش يا الفول. عرتونا الله يكسفكوا. هي جت فيك. واحدة ونص، واحدة ونص، واحدة ونص، واحدة ونص. كتير قوي يا خواجه. تشرب ايه يا ابو كمان؟ تشرب ايه؟ هات لي ويسكي. ويسكي؟ ايوه. متاكد؟ متاكد قوي. اتفضل. ايه يا اختي؟ ما نشبهش؟ من امتى طلعت القصر؟ من النهارده العصر. يا واد يا بتك، انت الليله متسلطن قوي. هو السلطنه في زمان. ينيلك، اوعى تكون بتحب. يبقى علينا العوض فيك يا أنس. ولا يهمك، صحتك. صحتك يا حلو. معايا
فين الأمانة؟ فين الفلوس؟ موجودة، دقيقة واحدة. ميرسي. ملكيش مثيل. عجبتك؟ تحرمش منك. وهديتي. الو. هاي، جبت تذاكر الكورة؟ مال نمر ممتازة بقى. أهلاوي ولا زملكاوي مسي ميشيل؟ أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي، إديني واحد واسكي. ما تزعمنيش، لازم يكون عندك مبدأ، زمالك وبس. الأهلي وبس. أهلي يا عم، الله يحنن عليك، طلعت جنين. أنت شفت الماتش الأخراني؟ آه شفته. شفت أبو صلاح بيلعب إزاي؟ لما أخد الكرة على صدره من خط السنتر وفضل طالع لغاية خط الباكات، طلع له الباك، فضل يحاوله يمين وشمال وشمال ويمين لغاية ما سجلها جول. أدي كانت حلوة منه، إنما الآخر رفض شات الشوطة مزع الشبكة. أهلاوي إيه وبتاعي؟ زمالك وبس. لا لا يا خواجة ما تزعلنيش، الأهلي وبس. ما تخلصونا بقى من الكورة، وقت كورة دلوقتي. العامل لي خبير. خلينا في اللي إحنا فيه. جاهز؟ كله على الاخر. يا ده في الفيلا، سلمك الامانه. طب انا هنا شويه. تاخد كاس يا ميشيل؟ لا شكرا. وكنت تشرب لك كاس يصحصحك. مستكفي. انت باسبورك جاهز؟ اي. تبقى يا سوزي تتصل بشركه الطيران وتحجزي له في اول طياره. حاضر. ولي الامانه. المحفظه. المحفظة. المحفظة راحت. راحت؟ راحت فين؟ اتسرقت، اتنشلت. مش باعك جوه المحفظة. الواد اللي كان قاعد جنبي على البار. أني واد؟ الواد الأهلاوي. أنا مستعد أسيب له كل اللي كان في المحفظة بس يرجع لي الساعة. كان في أي المحفظة؟ 50,000 وتذاكر الكورة. شوي في ايش يا هادي؟ خلي بالك يا ادم الزباله. حاضر يا اب. اوعى حد يسرقها. ما تخافش يا اب. يا ام اسماعيل، يا ام اسماعيل، يا ام اسماعيل، ما شفتيش الروجيتا؟ ايه؟ الروجيتا. بتقول ايه؟ الروجيتا، الروجيتا. فهمت. خد افطر بالهنا والشفا. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، 50. حلوين. ايه ده تاني؟ تذاكر كوره 50. ولا ايه ده؟ ساعة دي وقت مهم. ايه ده وليه؟ اقول لك روجيتا تجيبي لي معلقة؟ روحي الهي ينتقم منك. اوعى كل لما تقف صفحة الزبالة زي حوايدك. بتقول ايه؟ روحي بقى من قدامي قبل ما اعمل لك عامة مستديمة. روحي. عندي يا اخويا عندي. امشي. راحي فين بس؟ انتوا ما عندكوش ضمير. هو الراجل بيسرق الفلوس. إيه؟ تروحوا فين من ربنا؟ ايه يا وليه في ايه؟ بتشتمني يا بيه. ليه؟ عشان ما جيتش اخذ الزباله بتاع امبارح. طب يلا. حاضر. استنى. ايه بقى؟ وريني. دي الزباله يا بيه. ما انا عارف. عاجبك كده؟ اتفضل. هاي. انت يا وليه مش هتبطلي العاده المنيله دي، كل حاجه ترميها في صفيحه الزباله. ربنا يريحني منك. يسمع منك ربنا. روح، الهي يفتحها في وشك. اوف، صباحنا وصباح الملك لك يا كريم.
إلهي يجعلهم مفترج ويبعد عنا المخبرين. ده ما كلش. والنبي قاعد ومستربع وحينطق في الفنجال، اسمر وطويل ودمه خفيف، يكون من حدك ومن نصيبك، وماسك معاه في ايده علبه، قادر ومقتدر تكون شبكتك يا عفاف يا بنتي. يا ترى مين ده؟ الاستاذ كمال. سعيده، مش قلت لك يا عفاف فنجالي ما ينزلش الارض ابدا؟ اهلا انت كمال. اهلا وسهلا. انت شفتيني في الفنجان؟ الخالي الناطي انت والعلبه في ايدك. اتفضل استريح يا سي كمال. يزيد فضلك، اصل انا مستعجل. لو النبي الا تشرب القهوه. انا رايحه اعمل. لا خليك انت يا عفاف، انا اللي هعمل له القهوه بايدي. اتفضلي. ايدي افتحيها. الدواء ده كتير قوي يا استاذ كمال. لا ابدا، اصلي مقدر تيزا مطرح امي ووالدتي بالظبط، واصلي كمان حبيتها. يا اوام كده؟ اسرع من البرق، من ساعه ما شفت صورتها في ال صورتها؟ قصدي يعني لما كانت راكبه ال ده انا عكيت خالص. على العموم يا استاذ كمال هي كمان بتعزك. هي؟ ايوه بتعزني بس؟ وبتحبك كمان. يا الطف الله، متهيألي أم أبوسها. مش تستنى لما تعمل لك القهوة؟ قهوة؟ يبقى ما فهمتيش قصدي. لا ده أنا فاهمك قوي كده. طب طمنيني بقى، يعني حصل؟ حصل إيه يا سي كمال؟ حصل المراد من رب العباد. الحمد لله. والله يا ابني ما أنا فاهمة حاجة. الأستاذ كمال جاب لك الدواء يا ماما. وليه كده يا ابني؟ ده واجب يا تيزا. بس يا ابني احنا تعبناك وكلفناك. استغفر الله يا تيزا، الفلوس كتير والرزقه واسعه، بس الركب على الخفيه. ما تاخذنيش في دي الكلمه يا ابني. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مهندس مقاول. فين يا اخويا؟ في المجاري؟ مجاري ايه يا تيزا؟ في السكك، قصدي يعني في الطرق. في الطرق والكباري؟ امال ايه؟ في الطرق والكباري والاتوبيسات والترميات وساعات في القطارات، مطرح ما ترسي. بسم الله ما شاء الله. على كده بقى معيدك كبيره يا سي كمال؟ والله يا تيزا حسب التساهيل. ساعات في اشهر كده يطلع لي 100 جنيه، اشهر ما فيش خالص، انما بقى في الاعياد والموالد 500 جنيه 600. يوسع رزقك ويجعلك من السعداء يا ابني. ربنا يسمع من بقك ويبعد عننا اولاد الحرام. استاذن انا بقى. ما لسه بدري يا سي كمال. الايام جايه كتير. اتفضلي الروجيتا. الله، انت بتحب الكوره؟ قوي. اغوى الكوره واللي بيحب الكوره. وانت؟ انا بحبها قوي قوي. خلاص تبقى القلوب عند بعضها. انت مش كنت نازله؟ ايوه. طب ما تيجي اوصلك. على ايه بقى؟ ما انت رايح الماتش. لا ما هو التاكسي واقف على الباب. ما تخليه يوصلك يا عفاف يا بنتي، هو سي كمال غريب. ما غريب الا الشيطان. استاذن انا بقى يا تيزي. اوعى تتاخر عننا يا سي كمال، احسن اخد على خاطري منك. ودي تيجي. اتفضلي. مع الف سلامه يا اولاد، مع الف سلامه. اله يا رب يجعله من حدك ومن نصيبك يا عفاف يا بنتي. تبقى مصيبة لو اتغلب الأهلي. يلا أبو صلاح. الساعة كم مع حضرتك؟ أربعة. الله،
الله، الواد ده بيلفت الرفعة. الحمد لله. يا سلام. الساعة كام مع حضرتك؟ نعم أخويا. يا سلام يا طارق. هو فاضل كتير على الماتش يا أخي، إذا كان وراك حاجة ما تتحول. أحسن بقى، أصل مفيش فايدة من الأعاد، الزمالك غالب غالب. اسحب الكلام ده أحسن لك، الأهلي دلوقتي هيمسحهم. لا تفتكر كده؟ دلوقتي نشوف. هنشوف. لا مش انت، انت لا مؤاخذة. ايوه مساء الخير يا تيزا. يمسيك بالهنا والسعادة يا ابني. لا مؤاخذة، أصلي خدت عفاف معايا الماتش. وماله يا ابني؟ أنا كنت خايفة لا تكون لوحدها، أنت عارف إن ولاد الحرام كتير. ولاد الحلال أكتر. أنا هم وأكرم بيك يا ابني. يا ترى مين اللي هيجينا دلوقتي؟ لازم ضيوف جايين لكم. أبدا والله يا ابني، من يوم ما مات المرحوم أبو عفاف ما حد فتح علينا الباب ولا طلع علينا. حسك للدنيا يا ابني، انت الوحيد اللي بتودنا. انا تحت امرك يا تيزا. استاذ كمال، في واحد عاوزك بره. انا؟ ايوه. وايه اللي خلاه يسال عليا هنا؟ معرفش. ما قالكيش على اسمه؟ ابدا. هو لابس كلابيه وبلطو وماسك عصايه؟ لا، لابس بدله. يا خبر اسود، يا ساتر سترك يا رب. اهلا بالاستاذ كمال. اهلا بيك يا سيدي. حضرتك تبقى مين بقى؟ انا ميشيل. ميشو. ميشو؟ اتفضل مستريح. واقفين ليه؟ صحيح واقفين ليه؟ اتفضل استريح. قهوه ايه يا استاذ؟ ساده. حاضر. اعوذ بالله. مش انت اللي كنت بتتفرج معايا على الماتش؟ بالظبط، اديك افتكرتني. وجاي تكمل فرجه هنا ولا ايه؟ لا ابدا، انا جاي عشان ابارك. على ايه؟ على ان الاهلي غلب الزمالك. من غير لف تسمح تتهوى ودي تيجي؟ مش لما نشرب القهوه ونقعد ندردش مع بعض شويه؟ في ايه؟ في موضوع يهمك. موضوع ايه؟ الساعه. ساعه ايه؟ اللي نشلتها في البار. اخرس. ها؟ قلت له خلاص قطع لسانك، راح مكتوم على طول. هنستنى ميشا. الله يا أمسر. اتفضل القهوه. من يد من اعدمها. الله اكبر. الانسه اختك؟ لا. تبقى خطيبتك بقى. مظبوط، اديك جبت الفايده. فز قوم. الله الله الله، ايه مناسبه الحركات دي بقى؟ اسمع ما اقول لك كلمه ورد غطاها، اتنشلت منك ساعه روح بلغ البوليس. بوليس؟ وانا بتاع بوليس برضو. انا وانت والزمن طويل. طب اطلع من هنا قبل ما اصورك هتيجي. طب خلاص خلاص خلاص، قلبك ابيض. انا خارج من غير ما اتعكر دمك. فوتك بعافيه. تدوم القهوه. تدور الهي تدفعها سم. فو الله، كنت وجهت ولا ايه؟ الف مبروك يا ابني، والنبي قلبي كان حاسس، شايفاه كله في منامي وفنجالي. حامل لكم الشربات حالا. ايه الحكايه؟ ماما فرحت قوي يا كمال، لان خبر الخطوبه كان مفاجاه بالنسبه لي. وانا كمان. وانت كمان ايه؟ كان مفاجاه بالنسبه لك؟ لا قصدي يعني فرحت زي ماما تمام. انا هلاقي حد يقبلني؟ يا سلام. انا هلاقي احسن منك فين؟ يا سلام.
بنت خالها. إذا ده بخالها؟ بخالها بعمها. أنت ما بتفهمش عربي؟ أيوة نفهم عربي، لكن عشان إيه؟ أنت مالك؟ أنا عاوز أنتحر. ملك الساعة دي لو ما رجعتش هنروح كلنا في داهية، وكلنا من مشيل الملعون. أنا مش عارف غطسان فين طول النهار. لا يا شيخ، طب خليك وراه، هو هيفلت منك. سوزي، الواد كمال اللي خبط المحفظة قاعد في الصالة كده. طب سيبني علي. يلا بقى ورينا الهمم. اعتبر ان الساعة في جيبك. مش تخلي بالك من الجو، الجو وقت عليك. جو؟ ايوه فتحية اللي بتورس. انا خلاص بطلت، ما عدتش لا طايق لا بنت ولا ست. ياه، قد كده بتكره الستات؟ قوي. ليه؟ صحيح ليه؟ او تخفيل. بالعكس، انت باين عليك ناصح قوي. وانت حلو قوي. بس انا من الستات اللي بتكرهه. هو انت ست؟ امال ايه؟ ده انت ملاك، انت حريه، انت المظية على مهلبية. هات ويسكي يا جرع هات. ادور مستني جوه كده. انهي مصيبة؟ بدور على كمال. ايه؟ ما هو مرمي في الصالة يا ناصر. هنا؟ بعت له صوتي تنكشه. مش ممكن يفلت مني ابن الخطافة ده. دمك خفيف قوي. كلهم بيقولوا عليا كده. تسمحي؟ طبعا. ده انت بترقص هايل. لا ده انا عاجبك قوي، مش في الرقص بس، كل حاجه. يا شقي، ما تخيرش على السمعين، انت عينيكي كلها شقاوي. وبعدين بقى انت مش هتخليني اعرف اتكلم خالص. خلاص اسكت انا واخلي غيري يتكلم. ولزومهم ايه دول؟ علشان تعرفي تاخدي حريتك في الكلام. هتخليني اخاف منك. لما تلاقي نفسك يا اخي خايفه ما تجيش تيجي. ما اجيش فين؟ 65 شارع ابو السعود في الهرم. هيحصل يا مسهل. عن اذنك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ويسكي كونياك. يلا يا كمال بلاش غلبة. على فين؟ تشم الهواء. الجو هنا كويس قوي. اسمع الكلام احسن لك. طب بس افهم، انا مقبوض عليا؟ ايوه، وكفايه تضييع وقت. ما تخلينيش استعمل الشده معاك. يا محمدي، لازم بقى المره دي سرقت الهرم. يلا. يفلت منكم بالذمه والامانه. انا باين عليا انا لسه نشال. يا كمال اب واغطس وهات المحفظه. مفيش هنا مصحف يا اخواتي، مصحف. تصدق بالله ان انا تبت. المحفظه اللي انا شلتها في الكباريه قبل ما تتوب. كباريه؟ انا عمري ما دخلت كباريه. دي اول مره في حياتي اخش فيها كباريه. عطيه، خد كمال ودخله الحجز. حاضر يا فندم. استنى بس يا عطيه، اما الاستاذ يخلص التليفون. ايوه كده. طيب وهو كذلك. مع السلامة. والله يا فندم بس عاوز اقول لحضرتك. روح يا كمال. روح؟ روح. خلوا بالكوا دي تاني مرة تجيبوني فيها وتقولوا لي روح. روح. التالتة حطلوا فيها رد شرف. روح بقى. روح بقى يا صاحبي. روح. السلام عليكم. مع السلامة. ساعة صاحبي.
اخويا. اركب. خير. قول يا اختي. لا انا زعلانه منك. احنا لحقنا. اتاخرت ليه؟ غصب عني، اصلي رجلي جت في شغلانه ما قدرتش اجي الا لما اخلصها. رايح فين؟ اجيب الجو. لزوم الجو يا جو. تاخدي بقى كونياك ولا ويسكي؟ كونياك. كونياك. بصحتك.
ممكن اتكلم؟ الو ادوار. ايوه قلبت عليها الدنيا ما لقيتش حاجه. لا بتكلم الشارع. اجي تيجي ده ايه؟ تيجي توريني جمالك؟ هاتيه وتعالي. مش شغلي، اتصرفي، اصحك تيجي من غيره. حاضر. اف يا فتاح بلا مفتاح، توب علينا من الزبالة. صباح الفل. مين؟ الزبالة. الله يخرب بيتك. نهارك أبيض. أهلا وسهلا. نعم. بعد إذنك أنت كمان. اتفضل يا أخوي. توب علينا من الزبالة. يلزم خدمة تانية يا سي كمال؟ لا اخويا، خد الباب وراك. من عيني. حاجة تجنن كتكو ده، يا ما عندكمش ذوق. يا لهوي يا دي الفضيحة، يا دي الفضيحة. خويا ليا. اوف. قوم البس. على فين؟ عندنا في البيت. الجو هناك هيعجبك قوي. مفيش لا زبال ولا مسمعين. انا خالها. اهلا سي خالها. وده عمها. اهلا سي عمها. اتفضل بقى. اتفضل. استنى اسمعوا بقى، من غير قلبان ده انتوا عاوزين مني ايه؟ بس اقعد استريح قبل. اقعد اقعد حكم. الموضوع ده موضوع كبير وقديم قوي. نعم. عارف يرجع الموضوع ده تاريخه لامتى؟ لسنة 1798. حلو قوي. بلك السنة دي كانت ايه؟ دخول نابليون مصر. ده حاجة حلوة خالص. نابليون دخل من هنا وراح متعرف على المرحوم جدي. والله خير ما عمل. جدي ده بقى يا أستاذ كان راجل عظيم، عالم، عالم كبير. أنعم وأكرم. متشكر. اتعرف على نابليون ونابليون اتعرف بيه، حبوا بعض، قدم له خدمات لا تحصى. الله يعين العقل. انبسط منه نابليون. قدم له هدية. بالك الهدية دي بقى كانت إيه؟ إيه؟ ساعة. ساعة أثرية ثمينة نادرة. خدت لي بالك بقى؟ خدت. راحت لأيام وجت لأيام ومات المرحوم جدي.
ألف رحمة تنزل عليه. ثانك يو. بس يا سيدي مين بقى اللي يورث الساعة؟ أبوك. حلو. طيب وبعد وفاة المرحوم أبويا مين يورثها؟ مين يورثها؟ أنا. فاتتني دي. مفيش ضرر. وبعدين؟ ولا قبلين، جيت سيادتك لطشتها. اخص عليا. ألف مرة. أنت عارف الساعة دي قيمتها عندي قد إيه؟ طبعًا غالي عليك أوي، إنما أنا ما كنتش أعرف. على العموم أنا ما بحبش أزعلك. أنا هجيب لك الساعة. حلو، ابن حلال، متشكر. ها؟ وهتسلمها لي إمتى؟ بس لما تبز. بس؟ أنت بقى إنسان مادي، بتدور على الفلوس. لا دي الحلاوة. معلش، أنا هدفع لك 50 جنيه. بقى ده اسمه كلام. روح 100. دي ساعة نابليون يا راجل. هديك 200. زودهم شوية عشان خاطر المرحوم جدك. لا ده انت يظهر هتسوق فيها. انا ما اديكش اكتر من 300 جنيه. وعشان خاطر المرحوم والدك. شوف بقى انت باين عليك ابن حلال. ده بس من اصلك. وعشان كده انا هدفع لك 500 جنيه. حضرته عارفه كويس. قلت ايه بقى يا استاذ كمال؟ انا كنت حوافق على 500، انما من ساعه ما شفت الجدع ده وانا اتعكننت. اصله دمه تقيل على قلبي قوي، عشان كده مش هقبل اقل من 1000 جنيه. لا ده اسمه نصب. سميه زي ما تسميه، ما هو طول الجدع ده ما هو واقف قدامي. بلاش منه، روح انت مشي لف لك لفه وارجع لي. اتفقنا. ودي 200 جنيه مقدم، تجيب الساعة أدفع لك 800 اللي فاضلين. بس الساعة مش معايا دلوقتي. تجيب الساعة إمتى؟ الساعة 8 بالليل. سلام عليكم. استنى، أوعى تفكر تلعب بديلك. لو ده اسمه كلام. اعمل حسابك الساعة 8 مساء، إن ما رجعتش بالأمانة جنابه هيقول لك كلمتين بينك وبينه. الله. لا ما تتخضش، ما تخافش، الحاجات دي ما نستعملهاش الا مع الجماعه اللي عايزين يخمونا. والحكايه عاوزه خم، انا هجيب الساعه هاخد ال 800 جنيه، فيها حاجه دي؟ الساعه 8 بالليل. مع السلامه. اتفضل. الساعه 8. سي كمال اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا تيتا؟ اهلا وسهلا. وحشتوني قوي. امال فين عفاف؟ عفاف يا سيدي واخد على خاطرها منك. يا خبر، من انا؟ هو انا اقدر على زعلها؟ طب خش بقى راضي خاطرها. طبعا، امال انا جاي ليه؟ الحلو ليه زعلان قوي؟ زعلان من؟ وسببه ايه يا جميل؟ والله اسال نفسه. ليه يا وادي يا كمال؟ سألت نفسي لقيت نفسي مش عارف. ما بتجيش ليه؟ نسيتني؟ مفيش حاجة تمنعني عنك إلا الشديد القوي. الشغل كان مقطع بعضه. السماح يا زين الملاح. لا أنا مش هسامح. إذا أنا كنت متسرع في حكاية الخطوبة دي. على العموم ملحوقة إذا كنت عايز ترجع في كلامك. أديكي جبت الفايدة. أنا فعلا رجعت في كلامي. وأدي الأمارة. Thank you.
قول لي من فضلك. يا نعم. ما تعرفش بيت ام اسماعيل فين؟ اعرفه. اتفضل معايا. اول بيت على ايدك اليمين. شكرا قوي. العفو. يا ام اسماعيل، يا ام اسماعيل، يا ام اسماعيل، متجعر كده ليه يا جدع؟ انت طيرت الكاسين من دماغي يا اخويا. صحتنا من احلاها نومه. ام اسماعيل مش هتسمعك حتى لو ضربت لها مدافع. يعني اعمل ايه؟ اكسر الباب؟ يعني حرك يا ابن العادي من صباح ربا. يا ام اسماعيل ما تنجنت بقى يا اخ، الله يكنن عليك. ما جاش يعني سميلس؟ مش باين له اي اثر. فكره ايه الواد ده؟ يضحك علينا؟ ده انا كنت اخد عمره. نستنى كمان شويه، الغايب حكيته معاه. ما اقدرش استنى. شاكر، تنزل تدور عليه من تحت تعطيه الارض. الساعة كام من فضلك؟ الساعة الله، انت ايه اللي جابك هنا؟ هات الساعة بالتي هي أحسن. انت جاي تاخد الساعة عشان ما تدفعوش بقية الفلوس. لا انا اوديك في داهية. اتفضل اطلع بره لحسن امسح بيك الارض. لا يا سيدي، بعد حكاية كده. اهلا اهلا الساعة. البيت قدامك تعبس عليه. مش هدعبس. خلاص اللي اتقلعك انفضوا. طب يلا يا على فين؟ على البوليس. لا حلوه دي، ادي جديده. تبقى راجل لو بلغت البوليس. انا هربيك في البوليس. طب يلا بينا. يلا بينا. يا راجل اعقل، لو رحنا البوليس هنتبهدل احنا الاثنين. انا غاوي بهدله. وكده ولا كده مش هتقدر تلعب معايا. اتفضل. الله. الحكايه جد ولا ايه؟ ايوه جد. مش عارف تخش؟ يلا خش. طب وشرف ماما اللي لفها لك تهم تاخد فيها 3 سنين؟ لا لما نشوف. طب ابو كمال نيل، احنا هنخش. ايوه هنخش. يا حد ظابط الحال يا حد الظابط، انا وقعت في عرضك. ايه جرى لك ايه يا كمال؟ الجدع ده تهجم عليا في بيتي وجاي يتبلى عليا، اعمل له محضر تعدي. سيبنا شويه. امرك يا كمال. حد ظابط. العافية يا فندم. خد ولع. والله العظيم انا ما خدت حاجة. ما تقول لي انت مين بقى وقعت قلبي؟ المقدم محمد حسن. يا لطيف اللطف يا رب. والله وقعت يا ابو كمال. لا ما تخافش، ما تخافش من حاجة بقى. والله حكاية الساعة دي، حكاية الساعة دي نخليها لبعدين. أنا عايزك في حاجة أهم من كده. ربنا يستر. دي حاجة تمخول العقل. إنما قول لي، إيه اللي لم سيادتك على شلة الحرامية بتوع الكباريه؟ أنا هفهمك كل حاجة. أيوه. الجماعة بتوع الكباريه دول جواسيس. جواسيس؟ أيوه. أنا ما كانش ممكن أطلعك على السر ده لولا وثوقي من إنك جدع وشهم وتهمك مصلحة بلدك. كمال. ايوه. انت معايا؟ انا تحت امرك. الساعة اللي دايخين عليها دي فيها فيلم متصور، فيها اسرار عسكرية خطيرة عن بلدنا. جوه الساعة؟ اي. والساعة دي هي الدليل الوحيد ضدهم. افتكر فهمت انت دلوقتي احنا معتمدين على الله عليك. في ايه؟ ما تستعبطش. الساعة. يا ريت كان بايدي.
الساعة معاك يا كمال. الساعة لو كانت معايا وبنكرها ما بقاش بني آدم. ما استحقش أعيش في البلد دي وأكل من خيرها. الساعة كانت معايا وضاعت. طبعا لو حلفت لك بشرفي مش هتصدقني. أنا مصدقك يا كمال. إنما عايز أسألك سؤال. اتفضل. ليه خدت منهم فلوس ووعدتهم إنك هترجع لهم الساعة؟ ناس مغفلين وفلوسهم كتير. كنت هخبط منهم الألف جنيه وديهم أي ساعة. والعمل إيه يا كمال؟ تبيع وطنك بألف جنيه؟ بعد حضرتك ما صرحتني بالكلام ده، وبعد ما تقول لي إن إحنا معتمدين على الله وعليك، وبعد ما تجيني فرصة إن أخدم بلدي بتسألني أعمل إيه؟ طز في الألف جنيه. أنا مش هنام الليل لغاية ما ألاقي الساعة دي إن شاء الله تطير فيها رقبتي. أنا مقدر شعورك يا كمال، وكنت عارف الشعور ده قبل ما أجيبك هنا. دلوقتي بقى ورينا همتك وربنا معاك. ربنا ينصرنا عليهم. كمال مفيش داعي أفهمك إن الكلام اللي سمعته مني السر ما يطلعش بره أبدا. أنا صحيح حرامي لكن مش خاين. سلام عليكم. مع السلامة. عملت ايه؟ الساعة مش معاه. وصدقت الكلام ده؟ لازم اصدقه. لو كانت الساعة معاه كان سلمها علشان ياخد الفلوس. انا برضو مش مطمن للجدع ده. انا برضو عملت احتياطي وضعته تحت المراقبة، وغير كده لو سلم الساعة انا هكون موجود. عليا يا كمال، ما هو مش معقول تكون جايبني عشان تفضل قاعد باصص لي كده وساكت. كمال قول لي بصراحه في ايه؟ تكون غيرت رايك من ناحيتي؟ عفاف. ايوه يا حبيبي. انت بتحبيني؟ وده سؤال برضو يا كمال. كان لازم اسالك السؤال ده قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه. ولو ما كنتش بحبك يا كمال كنت اقبل اتجوزك ليه؟ طب يا عفاف لو عرفت عني قصدي. قول يا كمال، قول لي ايه اللي تعب. انا اضحي بحياتي عشانك يا كمال، انا حابه مراتك يا كمال. عفاف انا كدبت عليكي. كدبت عليا؟ ايوه خميتك زي ما بيقولوا. ازاي يا كمال؟ انا ما قلتلكيش بصراحه انا بشتغل ايه. انت مش بتشتغل مهندس؟ لا انا بشتغل نشال حرامي. دي الحقيقه، انا اللي نشلت محفظتك في الاتوبيس. الفلوس اللي اديتهالك تجهزي بيها فلوس حرام. حياتي كلها كانت حرام في حرام. عشان كده عمري ما رضيت عن نفسي وعمري ضميري مرتاح، وكنت دايما اطلب من ربنا انه يتوب عليا واكل لقمتي بشرفي وبعرق جبيني. النهاردة بس حسيت ان ربنا استجاب لدعوتي. اخر شغلة عملتها نشلت ساعة واحد ما كنتش عارف قيمتها، طلب مني ردها له ويدفع لي حلاوتها 1000 جنيه، وفقت وخدت منه العربون. وبعدين عرفت النهاردة من البوليس ان الساعة دي فيها اسرار عن بلدنا، وطلبوا مني ارد الساعة. ومستني ايه يا كمال؟ دي فرصتك. الساعة تاهت مني يا عفاف. دورت عليها كويس؟ قلبت البيت كله ما لقيتهاش، وعندي عشم كبير اني الاقيها. لازم تلاقيها يا كمال، لازم لازم. عفاف. ايوه يا كمال. ما ردتيش عليا. في ايه؟ انا قلت كل اللي في قلبي علشان تبقى على نور، علشان لو حبيت تراجع نفسي. اراجع نفسي؟ هو ده شيء بايدي يا كمال؟ حد يقدر يتصرف في قلبه؟ صحيح يا عفاف. ايوه يا كمال، ومن ناحية انك غلط فده مش عيب، كل انسان بيغلط، لكن العيب ان الواحد ما يعرفش غلطه ويفضل ماشي فيه على طول. وانت يا كمال ما دام نويت تتوب وتعيش نظيف لازم تحقق الكلام ده. انت قدامك فرصة ما تتعوضش يا كمال. المهمة اللي كلفوك بيها لازم تقوم بيها، وتأكد ان ربنا مش هيتخلى عنك. مدمس والبليلة السخنة مدمس. تعالى. حاضر. مدمس مدمس.
يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صباح الخير. تعالي يا وليه هنا. فين الساعة؟ بتقول ايه؟ الساعة اللي كانت هنا اهو فين؟ يا ندمتي؟ ما بقاش الا كده كمان، لا يا اخويا. كده يا وليه؟ بتاعك كده ابدا. الساعة بقول لك الساعة. انا مش بتاعك كده ابدا. يا شيخة. ابدا. هو انا بتاعك كده؟ كان على ايه؟ صباح الخير يا بيه. الفول النهاردة حاجة جميلة. يا راح فين يا وليه؟ كده ابدا بيه. ما تفكرش. خش جوه بقول لك. ابدا ما ايه بس يا بيه. ما عليا انت. طول بالك يا ست انت. مش قاعدة. شيل ايدك عني، اوعى تحط ايدك عليا، قوسوا عني، قوسوا بقولك. يا وليه مش فاهم، يخرب بيتك، انت فاهمه ان انا عميت؟ الوليه فاكراني متيم. يا وليه ما تبص انك سوق. افهمي يا بجم فين الساعه؟ مش ممكن، مش ممكن اقعد ابدا، ابدا، مش ممكن. يا بيه ما تعملش عقلك بعقلي. روق دمك امال، اجيب لك شويه بليله تروق دمك. انت باين عليك فايق ورايق. ايه الحكايه بس؟ الوليه دي حطاها البرج من دماغي. كل ما احط حاجه في البيت ارجع ما لقاهاش. استغفر الله، دم اسماعيل امينه عمرها ما تمد يدها. يا اخي حد قال لك انها مدت ايدها؟ امال كل حاجه ترميها في الزباله، اخر حاجه كانت الساعه. تاهت والجناه دور عليها في صفحه الزباله. دورت ما لقيتهاش. دورت في الزباله بتاعت امبارح؟ لا. خلاص اسأل الزبال. الزبال؟ الزبال ما جاش النهارده. روح له اسأله. اروح له فين؟ المستوجد ورا حمام بشتك. بشتك؟ والله فكره. والمدمس يا استاذ؟ بلاش منه، ده هو ده اللي بيتخن عقلي. المدمس؟ المدمس؟ افهم ايه ده في المدمس؟ اهلا مسيو جاك. جبت لبيج؟ امال حلو، خليك هنا بقى خمس دقايق على ما اجيب لك الساعه. يعني انا هغشك؟ مش معقول. الساعه ولازم اجيبها لك عشان انا محتاج الفلوس. العب غير يا خواجه، ما يبقاش عقلك شمال. انت فاكرني ههرب منك؟ اهرب من بيتي ازاي؟ افهم بقى الله يهديك. طب روح بس ما تغيبش. اهو كده اقعد. انت يا شاطر، ما شفتش محمود الزبال؟ انا ابني، انت عاوزه؟ هو فين؟ ابا ابا تعال اتكلم. اهلا اهلا اهلا، نورت المقلب. اهلا وسهلا سي كمال بيه. اجري هات قهوه يا واد، اجري. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا محمود. ما شفت الساعه في صفحه الزباله؟ ساعه؟ لا والله سي كمال، انا هدفع لك فيها زي ما انت عاوز يا محمود. وايه بس سي كمال بيه، انا راجل فقير لكن شريف. ساعتك اذا كنت لقيتها انا كنت جبتها لك لحد البيت. مش هي دي اللي هتغنيني. امال ما جتش ليه النهارده؟ كانت قشيتي بعافيه وماليش كيف. ما تلفش معايا يا محمود، انا مش مختوم. يعني ايه بقى؟ يعني انا متاكد انك انت اللي علقت الساعه. كفايه بقى سي كمال، علقتها ده ايه؟ انت فاكرني مالهم؟ انت تاكلها ولعها. وبعدين بقى الزم حضرتك يا كمال افندي. انت ما ينفعش معاك الذوق. انا هبلغ البوليس. بوليس؟ بوليس؟ ليه يا اخويا؟ حرامي؟ نشال؟ خطاف؟ صحيح خير تعمل شر تلقى. عم كمال، عم كمال، عم كمال، صحيح هتجيبوا البوليس لابويا؟ انا هوديه في داهية. ربنا يخليك عم كمال. مفيش فايدة، لازم احبسه. بلاش من النبي عم كمال. وهحبسك انت كمان. طب انا هجيب لك الساعة. اوام قبل ما تربعها على دماغكم. فين الساعة؟ هات ساعتي. انت يا ابويا. نعم يا فندم. فين الساعه اللي خدتها من الواد ده؟ ساعه؟ انا ما خدتش منه ساعه. يا راجل يا كذاب، انت مش واخد مني الساعه ومديني فيها 10 ساخ. يلا يا راجل طلع الساعه. والله يا حضره الضابط انا ما خدت منه حاجه ولا شفت وشه قبل كده. انت راجل بتخرف،
ظابط ايه وعسكري ايه؟ شايف النجوم على كتفي ولا القش في وسطي؟ انا راجل صنايعي زيك، الساعه دي بتاعتي والواد ده لقاها في صفيحه الزباله من غير لت وعجن، عايز فيها كام؟ هو مديني فيها 10 ساخ. ما تسكت الواد اللي ما اترباش ده. اسكت انت يا شاطر. اتفضل بقى حضرتك علشان نتفاهم. تحب اجيب لك قهوه؟ يا سيدي دوم، يلا خلصنا. طيب بالصلاه على النبي، عايز تدفع كام؟ 15 قرش. الله الله الله، ليه يا سعال قلبك؟ ريال. يا راجل اتكلم مظبوط. ربع جنيه. لا لا اسمعني، انك انت جلد قوي خالص. انت هتخش لي قافيه؟ ما تقول لي عايز كام؟ جنيه. يا نهارك اسود، ده انت اشتريتها مني ب10 ساخ. ما تسكت الواد الليمت ده. اسكت انت يا شاطر. هات يا سيدي، عرضنا على الله، والله ما جابت عرقك. اتفضل. الو، اديني الخواجه ميشيل. مش موجود؟ طب اقول له كمال بيطمنك بقى على الساعه. بتقول ايه؟ الساعه معاك يا كمال؟ كويس قوي، تعالى قوم عشان تسلمها. لا انا مش هقدر اجي عندكم. اما يجي ميشيل قول له قابلني في بيت عفاف خطيبتي، انا مستنيه هناك. مع السلامه. الساعه الساعه الساعه. بتقول ايه؟ يا سلام يا سلام، انت عايز بوس؟ انا هكافئك مكافاه عظيمه. مبروك يا جاك. ميرسي. تسمح تديني الساعة دي؟ هوب. طب عشان ايه؟ عشان دي بتاعت جدي. اه بوليس. ها بوليس. برافو، اديكوا عرفتوها لوحدكم. خطوة واحدة وهخلص عليك. ادي الساعة. اوعى بحد، قمت بسرعة. احجزنا على أول طيارة. وتفتكر يكون فين دلوقتي يا حضرة الظابط؟ والله هما كان لازم يتقابلوا هنا. وبعدين انا مشغولة على كمال قوي. اطمني، احنا عارفين هما فين وهنتخذ اجراءاتنا. اكس. على فين العزم؟ ايه اللي جابك انت؟ مسافرين. خش 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 خش. الله الله الله. اخص عليكم بقى، دي المرجله دي تسافروا قبل ما تدوا الناس حقوقها. حقوق ايه يا كمال؟ يا راجل انا مش ليا عندك 800 جنيه. اهي دي جديده. بتوع ايه يا فندم؟ بقيت حق الساعه. انت يا ابني عبيط ولا شكلك كده؟ في ساعه ب 1000 جنيه؟ اه، لما تكون ساعة وجواها فيلم تسوى أكتر من كده. عرفت ازاي؟ حداقة فهلاوة أرنانة اللي تحسب، بس اللي يمنع الفك. قبضنا واستريحنا. يا خبر اسود. ايه تاني؟ الجدع ده عملته فيه كده ليه؟ اه نصيبه جه كده. عشان كان عامل حدق وطلع بوليس. بوليس؟ يا ابن النصحة، وكنت خاممنا كلنا. انا مش فضيلك، انا ماشي. لا اوعى تسيبني. الله، انت مسافر، يا نخلص عليه يا تاخدني معاك. تخلص عليه بمعرفتك؟ طبعا، قبل ما يعلقنا على حبل المشناه. معاك مسدس؟
في شنك يا بشنك. كل الفلوس اللي لهفها نظف عليه كويس. صار فيك على طريقة الخاصة. متشكر جدا. العفو. بس انا مضطر اقبض عليك. تقبض عليا؟ ايوه. ليه؟ قدامي. محكوم عليك. محكوم عليا بايه؟ انك تتجوز. لا عيب. عيب. بقول لك عيب.